أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامج رهانات. في خضم إصلاحات اقتصادية هامة تباشرها الجزائر منذ أزيد من سنتين، تسعى الدولة إلى تفعيل الاستثمار المنتج عبر تطهير مناخ الأعمال والاستثمار وتجديد كل المرافق المهيكلة للمشاريع الاستثمارية وفي مقدمتها المناطق الصناعية. فضاءات عقارية تمتد على آلاف الهكتارات، بعضها قديم يستوجب التأهيل وأخرى في طور الإنجاز. تفعيل دور المناطق الصناعية في الجزائر هو اليوم ضرورة اقتصادية يفرضها حجم الإصلاحات الكبرى التي يعرفها اقتصاد البلاد. فأي دور للمناطق الصناعية في المرحلة الاقتصادية الحالية؟ كيف تسير هذه الفضاءات الصناعية؟ وأي دور للمستثمرين في هذه العملية؟ أي شكل ستأخذه المناطق الصناعية في طور الإنجاز تجاوزاً لنقائص المناطق الموجودة؟ وإلى أي مدى تتوافق مناطقنا الصناعية مع المعايير الدولية؟ متى ستتجه مناطقنا الصناعية نحو التخصص الصناعي وخلق أقطاب صناعية مؤهلة؟ هي أسئلة من بين أخرى ستثري هذا النقاش أو نقاش هذا العدد الجديد من برنامج رهانات، والذي سيبحث في موضوع المناطق الصناعية أي شكل لها في المرحلة الاقتصادية الجديدة. وقبل مباشرة النقاش يسعدني أن أستضيف وأرحب بالسادة السيد الحاج ختال المدير العام للمناطق الصناعية ديفانجوس. مرحبا بكم معنا سيدي. شكرا سيدتي، ونتشرف بالإخوة الإخصائيين الحاضرين معنا في هذا اللقاء. وأرحب أيضا بالسيد ميمون محبد عبد السلام عامر ممثل عن وزارة الصناعة. أهلا بكم معنا سيدي. أهلا بك سيدتي، وأهلا بالضيوف الكرام، وأهلا بالمشاهدين الكرام. شكرا سيد ميمون. ورحب أيضا بالأستاذ أحمد سوهلية خبير في الاقتصاد. أهلا بك سيد سوهلية معنا. أهلا وسهلا، شكرا لأخت الاستضافة، تحية لك وللسادة للأفاضل وللمشاهدين جميعا. شكرا أستاذ سوهلية. أيضا أرحب بالأستاذ أمين بوطالبي رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير. أهلا بكم معنا سيد طالبي. أهلا وسهلا بك أستاذ كريمة، وبك وبكل الضيوف الكرام وكل متابعي الحصة. شكرا على حضوركم. وقبل المباشرة في النقاش نتابع هذه الورقة لفؤاد مسوس حول واقع المناطق الصناعية في الجزائر. أنا قررت ابتداء من سنة 2022 إن شاء الله تكون جاهزة وفعالة في الميدان، نخلق الهيئة خاصة ينجنس وكالة وطنية للعقار الصناعي. العقار الصناعي ما يولي يتكلف لي به لا المير لا الوالي لا شرف الدائرة ولا غيرهم. وكالة وطنية للعقار الصناعي، نشوفوا الإجراءات من بعد تشري كاع العقار اللي موجود حاليا. تبقى مناطق النشاط هي في متناول رئيس البلدية والوالي، أما المناطق الصناعية تبقى من اختصاص وزارة الصناعة والوكالة، هذه وكالة وطنية. يؤكد رئيس الجمهورية على أهمية المناطق الصناعية الحديثة التي تساهم إلى حد كبير في جلب الاستثمارات المحلية والخارجية، والتي من أبرز أهدافها الأساسية تحقيق التنمية الاقتصادية. الوكالة الوطنية للعقار الصناعي التي قرر رئيس الجمهورية إنشاءها نظرا للعديد من العراقيل التي كانت سائدة من قبل، ستسمح بتسهيل حصول المستثمرين على الأوعية العقارية في أجال قصيرة وبكل شفافية، لتكون علاقتها مباشرة مع الوزارة الوصية بدلا من الولاة ورؤساء المجالس المحلية. لتبقى مهمة تنظيم وتسيير مناطق النشاطات من اختصاص الإدارة المحلية. ومما لا شك فيه أن الأهمية التي توليها الدولة لقطاع الصناعة نابعة من دور هذا القطاع الرائد في دفع عجلة التنمية، نظرا لعلاقته القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وهو مصدر رئيسي من مصادر النمو الاقتصادي باعتباره من القطاعات ذات الإنتاجية المرتفعة والنمو المتسارع، وكذا امتصاصه لليد العاملة التقنية والبسيطة. تبذل الدولة جهودا متواصلة للعمل على توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام والقائم على تعزيز التنافس والتنوع والمعرفة والابتكار.
والمناطق الصناعية هي هذا الفضاء الذي تتحقق فيه التنمية والقيام باقتصاد قوي يعتمد على الاستقلالية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في حدود الموارد الوطنية وإيجاد فرص عمل جديدة. يحظى ملف إنشاء وتطوير المناطق الصناعية بأهمية بالغة من طرف الدولة، خاصة وأن المناطق الصناعية تعمل على تجميع المصانع في منطقة واحدة واستغلال الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدولة من خفض تكلفة المرافق والخدمات وتركيزها من أجل توفير تجمع صناعي كبير، مما يؤدي إلى ازدهار قطاع الصناعة وتنوعه. ولهذا فإن تنظيم النسيج الصناعي أصبح ضرورة لا بد منها. ربما البداية تكون معكم سيد ميمون حول الوكالة الوطنية للعقار الصناعي التي كان أعلن عليها السيد الرئيس منذ ديسمبر الماضي، يعني ديسمبر 2021، التي ستكون يعني جاهزة ميدانيا خلال هذا العام، يعني عام 2022، والتي يعني كانت عبارة عن رهان للسلطات العليا أن تكون سنة اقتصادية بامتياز. ماذا ستضيف هذه المناطق أو هذه الوكالة للمشهد الاستثماري في بلادنا؟ شكرا سيدتي. حقيقة أن رئيس الجمهورية قد أسدى في خطابه في الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي في ديسمبر 2021 أنه ستكون هناك وكالة وطنية للعقار الصناعي، والتي تكون مكلفة بتسيير وتهيئة ومنح العقار على مستوى المناطق الصناعية. إذن هنا ستكون هذه الوكالة وكالة ذات بعد وطني، وتكون مكلفة بكل الإشكالية التي تحوم حول العقار الصناعي، حتى يكون يعني التسيير هو أحادي تسيير من أحادي. جهة واحدة وهي نعم. الوكالة الوطنية للعقار الصناعي. نعم، لأن التعدد في التسيير، يعني هناك من يسير وهناك من يمنح وهناك من يهيئ، ما تكونش هناك تنسيق. لما تكون عندنا وكالة واحدة مكلفة بالعقار الصناعي فهي تنسق في حد ذاتها وتوضع استراتيجية مباشرة، يعني مع الصناعي وعلى المستثمر. نعم نعم. ما هي هذه الوكالة؟ الوكالة الوطنية للعقار الصناعي من مهامها أولا إنشاء المناطق الصناعية أولا، ثانيا تهيئتها قبل منح العقار. يجب أن تكون المناطق مهيئة قبل أن نمنح العقار داخلها، لأنه وجدنا هناك مشاكل عدة، لأنه في الماضي كانوا يمنح العقار دون تهيئة هذه المناطق، ولهذا لم يستطع هذا المستثمرين أنهم يجسدوا المشاريع الاستثمارية تاعهم لعدم وجود تهيئة لهذه المناطق. مثلا هناك خاصة أن المناطق الصناعية تحتاج كهرباء، يعني كهرباء من نوعية عالية، المياه صالحة للشرب ولا المياه الصناعية. لذا فإن هذه الوكالة هي ذات بعد وطني وستكون مكلفة بوضع حيز تنفيذ الاستراتيجية العامة لقطاع الصناعة في مجال المناطق الصناعية ومناطق النشاط. وبالتالي بالنسبة يعني للمناطق الصناعية فقط ونسبة وليس بالنسبة لمناطق النشاط. مناطق النشاط هناك تعددية، الجماعات المحلية هي التي تتكفل هناك بتسيير المناطق النشاط. نعم، ولكن حسب رئيس الجمهورية وتصريحات السيد رئيس الجمهورية فإن الوكالة ستكون مكلفة بتهيئة وتسيير المعقار الصناعي الموجود على مستوى المناطق الصناعية. ماذا ستضيف للمشهد الاستثماري هنا يعني في الجزائر؟ سأقول لك سيدتي. تفضل سيدتي. إن هذه الوكالة باستحداثها ستقوم بجعل هذه المناطق بمعايير عالمية. ما معنى هذا؟ معناها أنه في حالة التهيئة يجب أن نوضع نصب أعيننا أن هذه المناطق ستستقبل في المستقبل مستثمرين من الخارج مثلا الاستثمار الأجنبي. والمستثمر الأجنبي عنده
طلبات أكثر ويعني كما نقولوا بمقاييس مثل نورم انترناسيونال بمقاييس عالمية. لذلك احنا يجب علينا توفير هذا المناخ وتحديثها وعصرنتها حسب وتعصرنتها والوصول إلى هذا المناخ الذي يجب علينا أن نصل إليه لا محالة. خاصة إذا أردناها يعني إنها حتمية اقتصادية ممتاز وليس سنة 2022 وإنما يعني السنوات القليلة القادمة. السنوات القادمة بإذن الله ستكون لها انعكاسات جيدة على الاقتصاد الوطني. سيد ختال، بالنسبة للمناطق الصناعية في الجزائر تتنوع بين قديمة يعني تبحث عن التأهيل وجديدة يعول عليها لتفعيل حركة الاستثمار، أي استراتيجية للتكفل يعني بالمناطق الصناعية القديمة وتعزيزها بالمناطق الجديدة؟ شكرا. انا برك نكمل واش كان يقول الاخ سيميمون، تعقيب على الاستاذ ميمون. تفضل سيد ختال. بالنسبه للوكاله هي هو كان السيد رئيس الجمهوريه اتخذ قرار سيادي بانشاء هذه الوكاله الوطنيه للعقار الصناعي طابور لرفع الغبن عن المستثمرين الاقتصاديين والمستثمرين الصناعيين المتواجدين على مستوى المناطق الصناعية والمناطق النشاطات. كانت مشاكل مازال الناس على مستوى الولايات رفع القيود، هنا كان أمر رئيس الجمهورية برفع القيود، شكلنا لجان وكان لجان على مستوى أعلى هرم لرفع القيود على المشاريع الاستثمارية. هنا الأمور متواصلة من بينها خلق فرص العمل الجديدة فعلاً. هنا مع رفع القيود على المشاريع الاستثمارية. بالنسبة لل طرحت لي أخت بالنسبة لمنطقة الجزائر تتنوع يعني بين قديمة تبحث عن التأهيل وجديدة يعول عليها لتفعيل الاستثمار في البلاد. كاين حقيقة هنا على مستوى الوطني احنا مؤسسة لتسير المناطق الصناعية متواجدين على مستوى 38 ولاية فيها 2000 عامل. مجمع الصناعات المحلية احنا فرع منه اللي هو نسيروا المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، مرسوم رئاسي 84-55. اليوم رانا متواجدين على 38 ولاية، يعني 4 مديريات جهوية متواجدين حتى أقصى الجنوب من الواد إلى بشار إلى ورقلة. هذا بالنسبة للجنوب الجزائري. مستوى الشمال رانا متواجدين تقريبا بنسبة 95% على مستوى الولايات الشمالية. هنا عندنا وضعيتين مختلفتين تاع المناطق الصناعية ولا النسيج العقار الصناعي اللي نسيروه. أنتم يعني المناطق الصناعية جديدة قديمة وكاين جديدة، كاين اللي مهيئة وكاين اللي خصها تهيئة وكاين اللي التهيئة عاد راهي في طريق الإنجاز. احنا ما هي سيد ختال يعني الاستراتيجية للتكفل بالقادمة وتعزيزها بالجديدة؟ وش هي الاستراتيجية اللي حطتها يعني المؤسسة تاعكم؟ جديدة نسعو بها نزود ندرو لها عصرنا ونحاولوا نوصلوا مام للتهيئة للمراقبة فيديو سيرفيونس مام ليكليراج فوتو فولتايك. صديق اوني سايب من نركبوا يعني العصرنا. بالنسبه للمناطق اللي خصها تهيئه، تسعى المؤسسه هنا تاعتنا اللي تسير مناطق صناعيه، كان بدينا في 2020 احنا نوزافون توشي براتيكمون 14 زون لو غرو اي تي في سور لا ولايه دو تيزي وزو لا بار دو ليون. كانت في لا ولايه تيزي وزو ماتير دو ريابيليتاسيون كانت المؤسسة صرفت 300 مليون دينار جزائري 30 مليار، والعملية مازال متواصلة ب 2021 و 2022 للخروج نهائيا واللي ولا يعني والمنطقة الصناعية تيزي وزو تستجيب لل يعني المقاييس العالمية. اليوم مناطق بعض مناطق في تيزي وزو مليحة والأخرى راهي رانا في طور الإنجاز تاعها ما نخرج حتى نكملوها. بدينا 2020-2021 ومام 2022 كاين عمليات تخص بالذكر منطقة صناعية ونشاطات أزفون وذرع بنخدة وعن مناطق أخرى يعني في مختلف جهات الوطن. احنا نوزافون توشي لي كات ريجون
كي قلت لك تيزي وزو ديت لابار دي ليون روحوا لوهران لا ميم شوز. يعني تحدثنا عن الوسط يعني في منطقة تيزي وزو. تيزي وزو بومرداس بليدة هذو مناطق الوسط مناطق الغرب وهران بالعباس معسكر الشرق سكيكدا عنابة قسنطينة. بالنسبة للجنوب راحين نهيئوا ندخلوا في عملية هيئات تاع مناطق النشاطات لولاية الواد. وضعتم لها يعني مبالغ مالية كافية إن شاء الله. رانا هذا كلش بالاشتراكات تاع مساهمات المستثمرين هذه كلهم مساهمات المستثمرين. هذا يدخل في عملية التهيئة ولعرض الاحتبار للعقار الصناعي. لأن المستثمر في الماضي يعني كان يشتكي أين تذهب الاشتراكات التي يقوم فيها ويجد يعني الطرقات. اليوم أنا نجاوبك نقول لك من 2020 إلى 2002 اليوم في بداية 2022 كاين تقريبا فايت 100 مليار تاع ريابيليتاسيون بور لي زون اللي عديتهم لك والعمليه متواصله بالنسبه يعني للمناطق الصناعيه القادمه ان شاء الله نوصلوا حتى ابعد الحدود باش نهدوا نردوا المناطق الصناعيه ومناطق النشاطات باتم معنى لان هي مراه يعني للانتعاش الاقتصادي هنا بالجزائر. تفضل سيد ميمون. اضافه تذكير فقط اضافه فان هناك برنامج مركزي لإعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات اللي على مستوى وزارة الصناعة واللي من خلاله تمت إنجاز تم إنجاز 167 عملية تهيئة منذ سنة 1999 هذا على عاتق وزارة الصناعة على عاتق وزارة الصناعة وعلى عاتق ميزانية الدولة. كان هناك ميزانية مخصصة لإعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط. أهم عملية يعني تأهيل أستاذ ميموني أهم العملية التأهيل وين كانت؟ كانت في جل مست جل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات في كل ولايات الوطن منذ سنة 1999 يعني بالتدريج كل يعني سنة هناك طرقات الإنارة يعني إنارة طرقات الصرف الصحي الجدار جدار الإحاطة بور لا بروتيكسيون يعني لحماية المنطقة كل هذا على عاتق وزارة على عاتق الوزارة وميزانية الدولة. يعني الدولة صرفت أموال باهظة على هذه لإعادة تأهيل هذه المناطق. شكرا للتذكير فقط. أعود لكم يعني سيد بوطالبي. تسيير المناطق الصناعية له انعكاس مباشر على عملية الاستثمار وتوسيعها. من يسير المناطق الصناعية حاليا وأي دور للمستثمرين في هذه العملية سيد بوطالبي؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شاكرا لك مرة ثانية على الاستضافة ونشكر الأستاذ ميمون والأستاذ بشير على الكلمة والمقدمة. نحن سعداء يعني بحضوركم معنا. الله يبارك فيك. شكرا. والله المناطق الصناعية احنا الآن لابد أن نأخذ نموذج مثالي كما ذكر الأستاذ ميمون ولا كما ذكر السي ختال. لماذا؟ لأنه النموذج المثالي اللي رسمونا السيد رئيس الجمهورية به المنطقة الصناعية تكون مرتاحة. ربما كان يحكي الأستاذ ختال لكن لو يحكي على الديون اللي المؤسسات مازال ما صرفتهاش وشفنا أنه حتى السيميموكي قال لك الدولة لا يتصرف. احنا هذا نلخص المنطقة الصناعية بيفهمها المواطن بلوك تاع لا ديال ولا حي تاع لا ديال ما دارولوش لجنة ما دارولوش قرياش يعني كما قال لك جدار خلاص ما دارولوش لجنة اللي تصرف على التنظيف وعلى التهيئة على سونسور تهيئة تاع لي بلوك تهيئة تاع لي جاردان. بعد ثلاث أشهر نسيبوا لك الحي تاع لا ديال كله راح. لماذا؟ لأنه ما فيش وقفة. اليوم نقدر نقول أنه المناطق الصناعية لابد أن تكون مسؤولية الجميع. لأنه كي نقول طريق مش مخدومة مش مسؤولية غير تاع ديفانديس ولا مسؤولية تاع وزارة فعلا. الصناعة ولا مسؤولية تاع الدولة بالعبارة المفهوم لكن الأشمل. المستثمر يقول أني يعني أدفع اشتراكات من أجل هذه العملية. ليس كل المستثمرين لابد أن تكون هناك العصا لمن عصا كل واحد أي لما عندناش قانون ردعي. نقول لك باللي احنا نحب نتكلموا على ليزون ديستريال في العالم مثلا مناطق صناعية قوية وكبيرة في العالم. نشوفوا مثلا الدول اللي قدرت تصنع لأنه المنطقة الصناعية لما تكون سيد بوطالبي كنتم زرتم يعني مناطق صناعية في الخارج. نعم لما نتكلموا على مناطق صناعية تصنع اقتصاد
تلقي فيها المستشفى، تلقي فيها لوبيتال واسمه كل المرافق، كل المرافق تلقيها الداخل يعني حتى الموظف هذاك ما تلقيهش ياكل في ساندويتش وربما بارد. عنده مطاعم خاصه، عنده مطاعم في اي بي، مطاعم عاديه، مسجد داخل لازون، ممكن يعني مكاتب للبنوك ايضا، تامينات، اكيد كل شيء حوس عليه الموظف يلقاه. لي كراش كاين داخل، المدارس كاين داخل، يعني شوفي وين وصلوا الناس اليوم. احنا هذه المنطقه الصناعيه اللي حبينا نطوروها صح، لازم صح نوقفوا عليها كدراسه استراتيجيه من البدايه، ماذا نريد واين نريد. كما ذكر سيميمون هو مشكور قال لك مناطق النشاط لا تعنينا. انا بالنسبه لي نشوف مناطق النشاط تعني وزاره الصناعه وتعني ديفانديس وتعني الجهه اللي تسير المناطق الصناعيه. لانه اليوم مثلا السيد رئيس الجمهوريه دار قرار انه لابد ان تنشا مناطق نشاطات، نصيب انه في ولايات حتى الاختيار تاع المكان ما كاش، اختيار المكان بالنسبه للتربه مثلا في سطيف. استاذ في يعني سطيف معروفه يعني بشساعه اراضيها، لكن المنطقه الصناعيه جاءت يعني في منطقه يقولون انها ضيقه جدا. يعني تصيبي انه لم تكن هناك دراسه مسبقه، ما كاش دراسه مسبقه. الولي اللي كان فكر في منطقه قريبه ليه يلا، لانه علاه يسيب حلول باه يرضي في اطار السرعه، باه يرضي السلطات العليا. يقول يلا باه نرضي السلطات العليا، يلا شوف لي مع ديكتور داجونس ولا مع كذا نرضي، المهم نمشي. هذا مش حل. اليوم اذا حبينا صح تكون عندنا مناطق صناعيه مؤهله نقدر نخلق بها اقتصاد، وكما ذكرتي انه ستكون سنه اقتصاديه بامتياز، باه يكون كاين هناك تميز في الاقتصاد. لابد ان تكون تميز في صناعة المناطق الصناعية، في صناعة وتهيئة المناطق الصناعية بنموذجية. لأنه اليوم ما نحكوش احنا على الصين وتركيا، نحكو على دول ربما كانت ورانا لكن صنعت مناطق صناعية بشراكة مش وحدها، ربما اللي فقرها كوت ديفوار، غانا، الكامرون اللي زاروا المناطق الصناعية هذه، السنغال الآن عندها مناطق صناعية. يجي المستثمر ويسمح لي سيميمون، ماشي المستثمر الاجنبيه، المستثمر المحلي، لانه انا نشوف المستثمر المحلي اذا تهليت فيها حيعطيني اكثر، يجب اعطاه اهميه اكثر، اكثر حيعطيني اكثر. هذا المستثمر اللي يجي حيسيب كل شيء، ما ولا شيء يخصه فعلا. شعلت تسحق تدي، مرحبا بك. وايضا من اجل يعني تشجيع الانتاج المحلي ايضا، وما تدفعش الاشتراك تاعك نكوبي الكتريسيتي فعلا، ما تدفعش الاشتراك تاعك كوبي الكلمه. لكن احنا ما عندوش قوه الردع اليوم. اليوم يقول لك أنا نصرف ونسقم، بالصح تصيبي ممكن 10 مؤسسات تخلص ومية ما تخلصش، ومية مؤسسات تصيبيها ربما تبعة تاع الدولة تقول لك أنا ما عنديش، الله غالب أني ديفاي أني خاسر، ما عنديش بين خلص. هذا المشكل لما عالجناش يعني بواقع وبحقيقته وبعمقه، مش راح نقول نصنع منطقة نموذجية ومنطقة صناعية تكون معصرنا وفيها كل شيء. لا، المناطق الصناعية إذا حبينا نصنعوا منطقة صناعية كما منطقة النشاطات برج العرب في مصر، توحدي ربي تدخليها تقولي سبحان الله العظيم، فيها ثانوية، فيها جامعة بالنسبة تكوينية بالنسبة للموظفين ورؤساء المؤسسات، فيها معاهد تكوين، في كل شيء واش تحبي تلقاي. اليوم إذا حبينا نصنعوا منطقة بهذا الشكل لابد أن تكون مسؤوليتنا جماعية، المسؤولية تاع الإعلامي، أنتم كإعلاميون فعلا. المسؤولية تاع من يعرف، لأنه اللي يعرف المعلومة وما يوصلهاش راه حق إجرام في حق الدولة في حق ذاتها. ايضا بالنسبه للمستثمر نفسه اللي ما يدفعش الاشتراكات تاعو وما يوقفش على لا ديال تاعو، لا خصناها على السكن تاعو باه يكون مليح، لابد ان نسعى جميعا بهذا الحي اللي هو حي صناعي فعلا، يعني منتج، باه يكون مليح. باه وين تقدر هذه الطفله اللي تخدم سكرتير ولا تخدم موظفه في قطاع معين فعلا، تقدر تدخل المنطقه الصناعيه وماش خايفه، تقدر تدخل طوموبيلتها جديده شريتها مسكينه جديده ومش خايفه الحفر، تقدر تدخل وانها في الليل كي تاخذ الطروفويت يعني تكون ايضا امنه، تصيب امنه وتصيب تهيئه تاع الاناره تصيب يعني كل شيء. لابد الانترنت ايضا، لابد انه الاسر احيانا تصيبها تخدم في زوج في منطقه صناعيه واحده، تدي ولادهم تحطهم في لاكراش، تحطهم في المسيد وتدخل تخدم. هذا هو الشيء اللي لازم نوفره الان اللي حابين تكون كاينه مردوديه. نستطيع تحقيقه استاذ بكل سهوله، احنا عندنا كل الامكانات، لكن احيانا لا نستعمل عقلنا.
نقول مثال واسمحي لي الأخت، ربما عندنا مثال حي، أغلب الولات اليوم راهم يجروا بيخيروا مناطق نشاطات. المناطق النشاطات يخيروها في وسط البلدية به يرضي السلطات، لأنه هذاك هو اللاصيات اللي يلقاها فقط. لكن هذا إجرام في حق المناطق الصناعية ومناطق النشاطات. لماذا؟ منطقة النشاطات لازم في البداية نفكر أنه تكون منطقة آهلة غير أهل السكان، ونقدر نوسعها في أي لحظة فعلاً. نقدر وتقدر تكون أني نحيي بها منطقة نشاطات في ذيك الجهة فعلاً، مشي نحطها في وسط المدينة ونقول لا لازم تدخل أيضاً يعني الضرائب لتلك البلدية، يعني تستفيد البلدية لابد أن أفكر بتفكير عميق أني نخرجها شوي به نحيي المدينة مستقبلاً في المنطقة هذيك. ما نفكرش أنه نمشي هنا فقط. و في اعتقادي أعتقد أنه اليوم التحدي هو كبير جدا أنه نضع استراتيجية كبيرة لبناء اقتصاد قوي، لأنه البناء تاع الاقتصاد يبدأ من المنطقة الصناعية فعلا، يبدأ من ذاك المصنع اللي نبدأ نحوسوا له التيران وين يتحط بين القوله الطريق وبين القوله الكهرباء والماء والغاز و لأنه راه مشكل كبير أنه تصيبي المردودية ما كاش، والمصنعين كلهم يشكون المناطق الصناعية وبعد ما يدفعش الاشتراك يقول لك لا دولة. إذن الكل يعني لابد أن نتحمل مسؤوليتنا جميعا مسؤول. ونساهم جميعا في بناء اقتصاد قوي ونظيف، مساهم في البيئة كما الآن العالم كامرة يقول مساهم في البيئة، لأنه حتى أعتقد أنه أغلب المصانع اليوم عندها ضريبة خاصة بالبيئة فعلاً. على النفايات اللي تخرجها. إحنا تصيبي مصانع في المناطق الصناعية يرمي لي ديشي وقت ما يحب فعلا، وهو يلوث البيئة يعني وهو ملوث البيئة يقول لك أب ما صنعوا ليش طريق، ما صنعوا ليش كذا. لا، لابد أن نساهم في بناء اقتصاد نظيف، اقتصاد قوي حقيقي. شكرا سيد طلبي. سيد سوهلي، يتفق يعني العارفون يعني بالشأن الاقتصادي أن المناطق الصناعية في الجزائر تعد يعني أو عبارة عن الكنز الضائع، ما هو تعقيبكم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم استضافة، تحية لكم وللسادة الحضور ولكل مشاهدين. بالفعل اليوم لما نتكلموا على استراتيجية التنمية الصناعية إلا ونعتبر المناطق الصناعية أو يعني الفونسيير اندستريال كمحور من محاور هذه التنمية. الجزائر يعني في العقود الماضية على يعني على مدى 50 سنة أو 30 سنة أو 20 سنة اعتمدت ما يعرف باستراتيجيات الوسائل. وعادة في التخطيط ليس فقط صناعي، التخطيط الاستراتيجي، أن هذه الاستراتيجيات غير ناجعة تماما، قد تكون في مرحلة ما مفيدة لكنها في المراحل المتقدمة، لأن الناس انتقلت إلى استراتيجيات بلا أهداف. تحديد الهدف هو الأساس، نريد تنمية صناعية لابد أن نحدد الأهداف، هل نريد صناعة ثقيلة؟ هل نريد صناعة لتوفرنا كثافة رأس المال؟ هل نريد صناعة لتوفرنا رأس مناصب العمل أو ما يعرف بكثافة العمل؟ هنا ندخل في التخصص سيد سوهلية. نعم بالذات سأصل إلى الفكرة اللي رحنا، هل نريد فقط نحددها الاستراتيجيات، هل نريد صناعات لإحلال الواردات؟ هل نريد صناعات لصادرات خارج قطاع المحروقات خاصة بالنسبة للجزائر؟ لما نحدد الهدف أو نحدد الاستراتيجية المرجوة من الصناعة في الجزائر، وقتها يمكن لنا أن نوفر المحور الأساسي أو الأداة، نعتبرها في الأخير مجرد أداة فعلا. مناطق صناعية هي مجرد أداة أو يعني هي أداة لتحقيق تلك الأهداف. أعتقد أننا في الجزائر، وسيد رئيس الجمهورية تكلم كم مرة، نحن لا نريد صناعات ثقيلة، مش لا نريدها، ليست هي الأولوية. علاش؟ لأنها تحتاج إلى رأس مال كبير، ونحن ما زرنا في ما نشي بحبوحة مالية كبيرة كما كنا. نحتاج إلى صناعات متوسطة وصناعات صغيرة ومصغرة، وأيضا يعني مؤسسات ناشئة. نعم، ونحتاج إلى صناعات لإحلال الواردات، كفانا من الاستيراد المفرط لكثير من المواد. لدينا كل الإمكانات لتحقيق هذا الشيء، ونريد كذلك صناعات يعني في مرحلة أخرى لصادرات خارج قطاع المحروقات لتساهم مع قطاع المحروقات. إذن ما دام نريد هذه الاستراتيجيات، الآن لابد لنا من توفير عقار صناعي لهذه الأدوات. هذه التحديات في المناطق الصناعية أكيد يعني يكون ظلالها ما وصرنا في المناطق الصناعية السابقة، لأنه كان هناك هدر
كان هناك يعني مناطق صناعية تحولت إلى نشاطات غير النشاطات العقلانية، وجدنا قاعات حفلات في مناطق صناعية. نعم لم تستغل أصلاً. نعم. ولعل السيد المدير قبل قليل تكلم عن ازدواجية التسيير في المناطق الصناعية هو اللي يخلق الإشكال الكبير. يعني واحد يسير والآخر يتابع والآخر يجهز. يعني عدة توقيعات بالنسبة للمستثمر هذا ما حتى المنح. المنح في حد ذاته يعني فيه إشكال. لأن كاين مناطق صناعية يمكن الولات مناطق صناعية كبرى يمكن قطاع صناعة، وبالتالي فاليوم إنشاء هذه الوكالة كان عبر استراتيجية واضحة المعالم، هي أن تكون المسؤولية مباشرة، استهداف مباشر، تحمل المسؤولية. لأن اليوم لما تحمل المسؤولية ما تعرفش لما تحملها، تحملها الوالي رئيس بلدية، يعني عدة أطراف تشارك في التسيير، المديرية المركزية في الصناعة تحملها، يعني ما تعرفش، وحليل كل مسؤول، حتى المستثمر يشتكي من يعني عدة توقيعات حتى بالذات الآن لما تكون هذه المعالم واضحة في 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 مناطق صناعية اللي تتدخل فيها أيضا قطاعات أخرى. نشوفوا مثلا قطاع الكهرباء إشكال كبير فعلا، قطاع الطرق، يعني لما نتكلموا على الأشغال العمومية نتكلموا على الري، نتكلموا على المياه، نتكلموا على الأنترنت، توفر الأنترنت من أجل أن تكون الصناعات في تلك المناطق فعالة وناجعة. هي ضرورية اليوم يا أستاذ. نعم، ما نخلوش مستثمر بحاجة إلى خدمة من أي خدمات يلجأ إلى وهذه هي البيروقراطية اللي نحوسوا نتخلصوا منها. نحوسوا ما يعرف بالشباك الوحيد، دعنا نقول منطقة صناعية فيها كل الخدمات الضرورية، إضافة إلى المجال قطاعات الأخرى. اليوم قطاع البيئة أيضا إشكال عميق، ما نوجدش منطقة صناعية في منطقة آهلة بالسكان. ولعل الحدث اللي صار في الصيف مؤخرا قبل شهر على ما أعتقد أو كان بهذا السبب، أنك توجد يعني إنسان يروح يدير مصنع في بيته أو يدير مصنع في منطقة آهلة، لا قدر الله يعني كان هناك حادث، شوفوا الأضرار تاعو. فهذا نظرا للانفلات في هذا الأمر. الآن إشكاليات أخرى، هذا الهدف أو عفوا هذا الأداة، ليس هدف، هذا الأداة اللي هي المناطق الصناعية، إمكانية خصوصتها، هل يمكن أن نوفر عقارات خاصة؟ سنصل إلى هذا السؤال أستاذ، ولكن نعم. لماذا يقال عنها أنها الكنز الضائع؟ الكنز الضائع لأنها قادرة توفر ثروة كبيرة للبلاد، ويمكن أننا في العقود السابقة لم نستغلها أمثل استغلال، بل بالعكس استغلناها أسوأ استغلال، وشفنا بلي عقارات صناعية راحت الناس ليست أهلها ومنحت لغير أهلها. نعم، الآن الاسترجاع كذلك هو من مهام هذه الوكالة، استرجاع العقارات غير مستغلة، بالتالي المنطق والمقاربة تاعها تكون اقتصادية بحتة. من يريد أن حتى المناطق الصناعية المتخصصة، ولعل الجزائر في العقود السابقة جعلت هناك حظائر صناعية على مستوى أعلى، ثم مناطق صناعية على مستوى ولايات، ثم مناطق النشاطات على مستوى البلدات، فهي أصناف صح التعبير، أو لما نتكلموا على 14 أو نتكلموا على مدينة 14 أو نتكلموا على تيارة سدي بلعباس، وهذه المناطق اللي فيها حظائر صناعية البليدة، فيها حظائر صيف، حظائر صناعية كبيرة يمكن أن تكون متخصصة في مجالات معينة لعلها تفيد، لعل الخبرات تكون بين الصناعيين متبادلة فيما بيناتهم، فبالتالي كل الخدمات وكل الإجراءات وكل يعني الاحتياجات الضرورية تكون من مهام واحدة لهذه الوكالة، وإبعادها نعود ونأكد إبعادها عن المقاربة الإدارية، وإبعادها عن الإدارة، تكون وفق مقاربة اقتصادية عن طريق وكالة هي عبارة عن مؤسسة اقتصادية تستثمر في حد ذاتها من خلال يعني أنها تكري هذه المناطق الصناعية للصناعيين، ومن خلال إيراداتها المستوحات أو يعني اللي جاية من خلال المصنعين لتخلق بها هي أيضا ثروة. شكرا أستاذ سهيل. أستاذ ميمون، على أي أساس يعني يتم اختيار المواقع الصناعية المناسبة في الجزائر؟ هل هناك يعني دراسات خاصة أو من الذي يقوم بهذا العمل؟ شكرا سيدتي. في إطار البرنامج الذي قررته السلطات العمومية في 2011 تم إنجاز 50 منطقة صناعية. نعم 50 منطقة صناعية جديدة. كيف اختيار هذه المناطق؟ على أي أساس؟ كانت هذه المناطق على عتق الوكالة الوطنية للضبط للوساطة والضبط العقاري اللي هي لانيراف، هي اللي كانت مكلفة بتجسيد هذا البرنامج، يعني 50 منطقة صناعية،
في البداية لازم نعرفه بأنه يكون فيه une prospection, c'est-à-dire لازم نشوفه لتيران اللي يبوف رسوفار هذا التيب دينفراستركتور هذا العقارات اللي تقدر تستقبل هذا المشاريع. مثلا حسب خصوصية الولاية أو المنطقة سأتي لهنا, مشي الخصوصية تأتي في المنطقة في مرحلة أخرى, استدير النشاطات التي تأتي داخل المنطقة هي تكون تابعة لخصوصية الولاية. إذا كانت ولاية فلاحية نشوفوا باللي صناعات التحويلية اللي تكون غالبة على هذه المنطقة خير من اللي تكون هناك صناعات مثلا كيميائية وثقيلة ولا هنا. يعني الاختصاص والنشاط يكون على حساب اختصاص الولاية. لكن في اختيار الأرضية هناك نسموها une étude de faisabilité, est-ce que هذا القابلية تاع la faisabilité تاع le projet au niveau de يعني في هذيك المنطقة ولا يعني في هذاك. أصبنا سيد ميمون يعني هل أصبنا في هذا المجال يعني؟ لا الحمد لله. بالنسبة للخمسين منطقة صناعية كل المناطق هذو يعني في 39 ولاية يعني كاين 50 منطقة صناعية جديدة وتمس 39 ولاية ومنهم اللي راهم في قيد الإنجاز طور الإنجاز اللي لحقوا ما بين 70 حتى 90% في تقدم الأشغال. منهم 6 أبقاوا على عاتق الوكالة اللي هما المنطقة الصناعية ب14, منطقة الصناعية بالقصر في بجايه, و 14 في بومرداس, القصر في بجايه, عندنا ولاد بندامو في تليمسان, عندنا بالعباس, وعندنا واد نشو في غردايا, ومنطقه صناعيه في قصر البخاري بولايه المنديه. هادو 6 مناطق اللي بقاو على عاتق الوكاله. اما 44 منطقه الاخرى فبقرار من المجلس الوطني للاستثمار في 2017 وفي الدوره 84 تم تحويل انجاز هذه المناطق الى الساده الولات. يعني 44 منطقه هم تحت رعايه الساده الولات من اجل تهيئتها والسهر على اتمامها. واليوم يعني من الممكن ان تحول لل ممكن ان تحول للوكاله الوطنيه للعقار الصناعي اليوم. ممكن جدا يعني بعد ما تنشا يعني تنشا الوكاله ممكن انه هذه ال 50 منطقه اولا 6 مناطق اللي راهي على عاتق الوكاله الوطنيه للوساطه والضبط العقاري تحول تلقائيا الى الوكاله الوطنيه للعقار الصناعي. سيده اسمحي لي برك, هو بالنسبه للوكاله الوطنيه اللي تصير للعقار الصناعي هو المضمون تاعها هو ادماج مؤسستين تابعتين لوزاره الصناعه اللي هي لا فيليال تاع ديفندي زون اندستريال اللي هي تاعتنا احنا مؤسسه الوطنيه ولا نيره في الدمج. هي الدمج هذا هو المشروع يعني تكون هيئه واحده اللي هي التي تشرف وتقوم تشرف بتسيير هذه المناطق الصناعيه, انجاز تهيئه تسيير لوكتروا دي تيرا يعني لها كل شيء بالنسبه للعقار الصناعي لدمج هذه الخبرات واللي تكون هذه الوكاله المستقبليه. واش تكون قطبا فنيا للكفاءه فعلا. قطب للكفاءه. الكفاءه موجوده سيد مومي. نعم هي موجوده في ديفندوس مناطق صناعيه وموجوده في الوكاله. الوكاله بالنسبه للتهيئه والدراسات وكذا والتسيير بالنسبه لديفندوس. وستسهل الامر يعني بالنسبه للمستثمر والصناعي يعني تكون عنده وجهه واحده وليس يعني هناك امر اخر يجب الحديث عنه, أن المستثمر في وقت مضى كان يجوب الإدارات فعلا وليس له متحدث مباشر واحد. يقول مباشر. يعني أنه يعني لازم يكون عنده عدة أختام حتى يباشر عمله في الآن فيما يخص الوكالة سيكون له متحدث واحد يعني يتحدث إلى شباك أو نسموها شباك جهة واحدة التي سيكون لها
تعامل وسيسهل الأمر بالنسبة للوكالة وبالنسبة للمستثمر مع المستثمر وأيضا يعني بالنسبة للاقتصاد الوطني وحتى سترافق المستثمرين ترافقهم بعد المنح بعد ما تمنح له العقار ترافقه في استخراج رخصة البناء في استخراج كل الرخص التي تكون يعني يحوز عليها سيد بوطلبي لحديثنا دائما يعني عن المناطق الصناعية كيف يتم تقييم أهمية المنطقة الصناعية هل من خلال عدد المتعاملين الاقتصاديين المتواجدين بها أم من خلال القيمة الاقتصادية أو النسيج الاقتصادي المتواجد بها أم ماذا؟ والله هذا السؤال أظن وأعتقد أنه سيد المدير هو اللي عنده الحق في الإجابة عليه بس عندك إضافة عليه أعتقد أنه بها نحقق نقول هذه منطقة صناعية مهمة وهذه مش مهمة أعتقد أنه كله مهم وحسب التخصص وحسب المنطقة لأنه اليوم من حيث المساحة اليوم مثلا عندنا مناطق صناعية ربما في أضرار نقول مش مهمة مهمة بالنسبة لنا خطر عندنا الآن تحدي كبير نحو إفريقيا لابد علينا وهي مناطق صناعية لدينا المهم والأهم نعم ولابد علينا أن نؤسس إلى مناطق صناعية نموذجية لدخولنا إلى إفريقيا إذا قلنا في الشمال لابد أن أحدد المعالم اللي نحب نحدد بها الأهم والمهم كيف ممكن نحدد هذه المنطقة الصناعية اليوم كما ذكر السي سوحلية وذكر السي ميمون أنه حابين نروحوا للتخصص في المناطق الصناعية فعلاً. مليح يكون تخصص لكن مليح أنه تكون مناطق صناعية فيها التنوع يعني كي نقولوا ندخلوا مثلا الصناعة الصيدلانية فقط ما خلوش صناعة الصيدلانية فقط نقدر نضيفوا لها أشياء أخرى لأنه في العالم ما كاش مناطق صناعية مخصصة. لكذا نقول الصناعة الغذائية فقط نقول مثلا كذا لأنه كل واحد يحتاج الآخر لأنه في الاقتصاد هو تكاملي كل واحد فينا يحتاج الآخر لماذا؟ لأنه داخل المنطقة الصناعية نحتاج البيتون نحتاج البريك نحتاج تريسيتي نحتاج جروب إلكتروجين معناتها يكون كاين تنوع. شكل تنوع بصح يكون تكامل إذا ما كانش كاين تكامل نمد لك مثال لما كانش في الاستراتيجية تاعنا اليوم أذكر قبيل مثلا الصناعة التحويلية الصناعة التحويلية إذا درنا 10 مصانع تاع طماطم في منطقة تاع طماطم صح أنا غلطين لابد أن يكون مصنع واحد للطماطم مش 10 يعني في المنح لابد أن هناك نحدد أني هناك نلعب على استراتيجية تكاملية كي نقول لكن إذا كانت منطقة يعني فلاحية يعني تنتج الطماطم مهم أن يكون عندنا العديد من المصانع التحويلية إذا تسمح لي هو الإجابة هنا سهلة الإجابة هنا على الشق السؤال هذا سهل هو برك كلش ندوره على أساس دراسة فعلا دراسة من طرف أخصائيين لكل أهل لكل مقام من مقال أهل الصناعة يديروا دراسة في الصناعة أهل البناء في البناء أهل كل مجال وعنده أخصائيين توا عندها دراسات مكاتب دراسات أخصائيين اللي نحطوا هذه المنطقة الصناعية قال نحطها في أضرار قال نحطها في تمرست قال نحطها اليوم في معسكر كل حاجة تنحط على دراسة على أساس أنت عطيتي سؤال سيمو ميمون قلت لها هل 50 دارت على أساس دراسة ودراسة ناجعة ولا مش ناجعة كل شيء نحط على أساس دراسة ماذا اليوم قال ولاية الجزائر العاصمة لكن لا نزال نقول أنه يعني الكنز الضائع للمناطق الصناعية الكنز الضائع يعود البريق تاعه منه قال سيد رئيس الجمهورية أعلن باللسان اقتصادية بامتياز من 2022 ونا رايحين سنوات اقتصادية بامتياز إن شاء الله إيه هذا الكنز الضائع هذه كلمة الضائع هذه نحوها هذه تتنحى يجي أمامه يتنحى يولي كنز إن شاء الله يولي كنز لأبناء الجزائر إن شاء الله تفضل سيدي إضافة فقط كلمة كنز رائع لماذا تقال؟ لماذا تقال؟ يعني تقال العارفون مش الاقتصادي هم الذين يقولون هذا وليس أنا لأنه المناطق الصناعية هي سيتام بومو تاع ليكونومي يعني هي رئة الاقتصاد وحنا مدينا عقار صناعي في سنوات سابقة ولم يستغل لمدة سنوات طويلة
هذا هو الكنز الضائع فعلا، لا يجب استرجاعه أو الاستثمار فيه. كان هناك يعني خلل في التسيير سيد ميمون، كان خلل في التسيير أنذاك، خلل في التسيير، خلل في المراقبة، خلل في المنظومة ككل، في المنظومة ككل. دونك هنا احنا له السلطات العليا في المرافقة، في المتابعة، السلطات العليا أعطت تعليمات في كلش، أعطت تعليمات لرفع القيود عن المشاريع الاستثمارية. صح قال ولا مين بوطالبي عنده مشروع استثماري وعنده مشاكل إدارية، توقف له الإدارة به المشاكل، نحلوا له المشاكل بيروح المشروع تاعي، يجسد المشروع تاعه، ينقص البطالة، عنده يد عاملة راهي تزيد، كلش يجي مع بعضه. سلسلة. سيد ميمون، بالنسبة يعني للمناطق، مناطق الجنوب، يعني هل حظيت ب يعني المناطق الصناعية؟ نعم، مناطق الجنوب حظيت بمناطق صناعية جديدة ومن أجمل المناطق الصناعية، ومن أجمل المناطق الصناعية من حيث تسير، من أجمل لديها يعني برنامج خاص بها، لديها في البرنامج 50 منطقة صناعية جديدة، لديها مناطق الولايات الجديدة ليس بعد الولايات الجديدة، وإنما راح يكون فيه برنامج الولايات الجديدة. تبدأ بمناطق النشاطات أولا خاطش مثلا لازم نديرو ديشا هذا النسيج، نخلقوا شوية نسيج أولا اقتصادي وصناعي باش يكون اون سيرتان اتراكتيفيتي، يعني باش نخلقوا ذاك المناخ تاع الاستثمار في هذه الولايات، وخاصة الولايات الجنوب والولايات الحدودية، خاصة يعني هنا كان منطقة التبادل الحر، باش يكون فيه تبادل. نعم خاصة نعم. وإحنا نعم. يعني بوابة المناطق الحرة، المناطق الحرة. نعم. سيد سهلية، أثبتت يعني المناطق الصناعية نجاحها في عديد الدول كمكان مفضل لتوطين الصناعة وإسهامها في تحقيق التنمية الإقليمية المستدامة، هل نحن بعيدين عن تحقيق هكذا نجاحات هنا بالجزائر؟ البعد لا يكون إلا بأيدينا. بالأمس لما اعتمدنا على البحبوحة المالية، بالأمس لما اعتمدنا على الاستيراد المفرط، ما كناش قادرين ننشئ، ولا ما كناش كنا متكلين فقط على ما لدينا من كتلة نقدية بالعملة الصعبة، كنا نستورد في كل شيء. ولعل الدرس كان قاسي من جائحة كورونا اللي غلقت كثير من الدول حدودها، وأصبحنا أمام إشكال يجب اسمه الاتكال على يجب أنفسنا. أن نصنع بأيدينا. الآن لما نصنع بأيدينا معناه لابد أن نحدد استراتيجيتنا، ما نحن بحاجة إليه كأولويات لنحقق. أنا ما أقولكش اللاحاق أو تحديات البلدان المتطورة لأن ذهبت إلى صناعة التكنولوجيات وصناعات الاتصال وما يعرف بالصناعات الثقيلة، لكن على الأقل حددنا أهدافنا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة متعلقة بالصناعة الغذائية، صناعة النسيج، صناعات التحويلية، صناعة مواد البناء، ولعلنا أنجزنا كثير من الأهداف اللي كانت مليحة. أما نتكلم على تصديرنا للإسمنت أو مواد البناء أو الحديد، أو على الأقل هي خطوات متقدمة، على الأقل أن الإرادة متوفرة. أنا نزيدك شيء، ما هو أن كل العوائق اللي موجودة في الجزائر مقدور عليها، عكس كثير من الدول اللي بعض العوائق غير مقدور عليها. أين هو المشكل سيد سهلية؟ المشكلة السابقة كان في الإرادة غير متوفرة. تكلمت قبل قليل، كنا معتمدين على البحبوحة المالية، لم نستطع، إضافة إلى البارونات اللي كانت فائدتها في الاستيراد. اليوم لا، وقفنا هذا الشيء. صحيح أن الجائحة عطلتنا نوعا ما، لكن حفزتنا في نفس الوقت، حفزتنا على الإرادة أن نصنع بأيدينا. ولعل الدرس القاسي الثاني ما هو العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، درس قاسي أيضا، علمتنا أن ننتج بأيدينا، نأكل بأيدينا، ما نعتمدوش على الاستيراد. لأن اليوم الاستيراد أصبح أو التوريد العالمي أصبح بالصداقة. تبعوا مليح، أصبح بالصداقة، لازم تكون صديقي باش نورد لك المنتوج تاعي. هذه تعلمنا الدرس قاسي، أننا نذهب إلى أن نصنع على الأقل غذائنا، على الأقل أمننا الغذائي أن نصنعه بأيدينا. كيف؟ نحدد أهدافنا، ننشئ مناطق صناعية في مستوى متطلبات المتعاملين. احنا مش نحقه،
الحق وما يريده المتعامل. فعلا. في الأخير المتعامل وش حققنا؟ حققنا صناعة بأيدينا، صناعة محلية. يمكن نستعين بالتكنولوجيات، بالخبرات العالمية، هذا مش عيب. نستعين بالاستثمار الأجنبي ونحفز أيضا الاستثمار الأجنبي، مش عيب. لكن الهدف ما هو؟ أننا نخلق ثروة في مناصب الشغل، ثروة في توفير منتجات بأيدينا بنسبة إدماج على الأقل تكون في مواردنا المحلية، ويمكن أن تكون موارد أجنبية، مش عيب. لكن في الأخير ما نجيبوش ما يعرف بالمنتوج النهائي، نجيبوه من الخارج. وإحنا عندنا إمكانات، الطاقة متوفرة، اليد العاملة متوفرة، الجامعات تكون كل يوم. لكن سيد والد، يعني تشجيع الإنتاج المحلي يدفعنا أيضا إلى يعني زيادة عدد المناطق الصناعية. يعني نعم يعني لا، هو أول كانت الاستراتيجية 50 نرجعوا في 100. لا الأخت، شوفي أنا ما نقول لك لا 50 لا 500. أنا نقول لك الحاجة الحاجة هي اللي تخليك فعلا تنشئ 5000 ولا 50 مليون منطقة صناعية. أنا إذا كنت بحاجة إلى منطقة صناعية ننشئها، المقاربة ما هي؟ اقتصادية بحتة، منطق استثماري. أنا بحاجة إلى الطماطم المعلبة، نروح نشوف منطقة اللي راح تنشف الطماطم، وأنا مع الأخامين وينقال يعني نديروا 3 مناطق أو 4 على المستوى الوطني في مناطق مختلفة، ما يسمى بالتوزيع العادل. نعم، التوزيع العادل للثروة. ندير مناطق صناعية للطماطم، مناطق صناعية لكذا، للصناعة النسيجية، للصناعة الغذائية، وفق منطق اقتصادي سليم. ماشي نروح ندير انا قال منطقة صناعية وتصبح خالية ولا فائدة منها. لا يعني لا، لازم تكون نجاعة اقتصادية حيوية، نشاط يعني ديناميكية اقتصادية، وتبقى المسؤولية مباشرة للوكالة الوطنية للعقار الصناعي في توفير كل ما يحتاجه، اسمها احتياجات خدمتها، وشيني مؤسسة اقتصادية تلبي احتياجات المتعاملين مقابل، يعني دعنا نقول مقابل مادي بسيط يمكن من خلاله يمكن تغطية بعض النفقات للوكالة. وبالتالي نكون أنشأنا أيضا مؤسسة اقتصادية اسمها الوكالة للعقار الصناعي، ما تبقاش هي أيضا عبء على الدولة. بهذا المنطق الاقتصادي يمكن بناء مناطق صناعية، يمكن نموذجية لما لا، حظائر صناعية لما لا، ولكن في الأخير النشاط الصناعي وتوفير المنتوج وفق أو بأيادي جزائرية وبمنطق اقتصادي بحت. فعلا. وللحديث عن المستثمر سيد وهلية، سيد بوطالبي، ما مدى استجابة المناطق الصناعية هنا في الجزائر لمتطلبات المستثمرين، يعني وتوفرها على شروط الجيل الجديد من الصناعة من المناطق الصناعية؟ والله المناطق الصناعية اليوم بنحكو بصدق، يعني حتى نقوله 50 منطقة صناعية يعني بقرابة 11,000 هكتار هي مهمة جدا. لكن وش نقدر نوفر لها فعلا باه تكون في أريحية لهذا المستثمر بالنسبة لمتطلبات المستثمر؟ نعم. اليوم هذا المستثمر لا اليوم ولا البارح هي نفس الشيء، لأنه يحتاج يعني تطور يحتاج التكنولوجي، يعني في يحتاج كل تطور شيء سريع، كل شيء موجود مطلبي. اليوم ينقصنا شيء، ينقصنا أنه هذا المستثمر لما يلقى البيئة، احنا نسموها بيئة الأعمال، هذه بيئة الأعمال، لما يلقى روحه آلز المرضية تاعه تكون أكثر. حتى واحد فينا موظف مثلا في منطقة معينة وفي جهة معينة في الوظيفة، ما يحس روحه آلز ما يكونش عنده مردودية، يحس روحه آلز ما عنده مردودية، لا يحس روحه طريز آلز يولي يزيد عليها، يخرج على 12 تعليل. فعلا. معناتها اليوم هذه المنطقة الصناعية بها هذاك الموظف يولي يخرج على 12 تعليل وما يخافش، لابد كل أن يعني أن تكون كل شيء موفر داخل المنطقة الصناعية الضرورية. يعني كي يخرج مشي يقول ما يلقاش ترانسبور، وترانسبور أظن وأعتقد مشي وزارة الصناعة توفره، ومشي السيد المدير يوفر له. يعني لابد أن تكون شيء تكاملي، لأنه حتى هذاك نعم هذاك هذه مسؤولية يعني الوكالة الوطنية للعقار الصناعي مستقبلا. الوكالة الوطنية للعقار الصناعي أرى يعني وسيد ختل معنا يعني نعم أرى وأعتقد أنه عندها مسؤولية كبيرة جدا فعلا، لأنه حتى في النظرة على رئيس الجمهورية، وقبل طرحتي الأستاذ ميمون سؤال، هل المناطق الصناعية تاع الولايات تعاود ترجع ولا ما ترجعش؟ رئيس الجمهورية قال كل المناطق الصناعية كلها على المستوى الوطني تولي تابعة للهيئة هذه، تولي تابعة لهذه الوكالة، هي تمد وهي تتبع، هي تتبع الكهرباء، هي تتبع الماء، تتبع المشاكل، تتبع المردودية، تتبع الدي طاي. معناتها اليوم واحد كيما السيخ تال عنده خبرة، يعني كمدير عنده خبرة ودار ولايات وعارف المناطق الصناعية. لابد أن نبدأ به، هو أول حاجة نبدأ به،
واش تشوف في المناطق الصناعيه؟ حيقول لك انه انا هو البومو تاع المناطق الصناعيه فعلاً. ولا تاع الصناعه، لكن عندي ناس ما خلصوش وداين مساحات كبيره جدا في المناطق الصناعيه تاعي، ما يقدرش حتى نخلص تريسيتي تاع ديك المنطقه الصناعيه، ما يقدرش يخلصها، ربما الكهرباء ما يقدرش يخلصها، صح ولا مش صح؟ يمين انت كانت الاخت الفاضله طرحت سؤال بين الـ بين الـ على الـ هل 50 كافية ماهيش كافية؟ كان جاوبها سي سوهلية قال 50 ولا 500. هو لازم نبدو بعملية تطهير اللي بدأت بها الدولة، عملية استرجاع العقار الصناعي غير مستعمل. ما هو مصير العقارات يعني الصناعية التي لم تستغل من طرف يعني المتعاملين، هل يعني الوكالة يعني لما تنشأ باستطاعتها يعني استرجاع هذه المناطق التي لم تستغل؟ قبل إنشاء الوكالة هم بادرت السلطات الولائية وكانوا تعليمات هنا من عند من أعلى هرم الدولة والسلطة به نسترجعوا العقار الصناعي الغير مستغل. كاين آلاف الهكتارات. هل العملية يعني في متواصلة؟ أي بدأت ومتواصلة، وحتى يلحق تلحق عليها الوكالة اللي تزيد تكمل المهمة باسترجاع العقار الصناعي الغير مستغل. كاين عشرات سنين كاين حتى تدوا عليهم قروض بنكية ولم تستغل بعقود امتياز ولم تستغل ولم تجسد المشاريع. هنا عملية التطهير تندار بدأت فيها السلطات الولائية والسلطات المعنية بأي طرق سلمية، عن طريق العدل الجزائري اللي عندنا طريق يعني قوة القانون. هنا عندنا القانون يسمح باسترجاع العقار غير مستغل، وكاين مئات العقارات. ما نعطيش لو شيفر، يعني عندي 1500 هكتار هكا يتم استرجاعها حاليا. معلومه هذه ماهيش تاع اليوم، هذه معلومه كانت انا مديتها للسيد الوزير الصناعه قبل هذا اليوم ب 542 ملف ولا من قطعه ارضيه دونك اللي استرجعت راهي قاعده في البايب عندنا دروك عندنا دونك المنحه من جديد. منحه من جديد هذا يدخل في إطار صلاحيات وكالة الوطنية للعقار الصناعي. دوك هنا اللي باز راهم ديجا الوكالة الصناعية الوكالة الوطنية هذه هم عندها ديجا المعطيات اللي كي يخرج المرسوم الرئاسي تاعها وتحط على أرض الواقع أي تبدأ خدمتها مباشرة. يقول عارفنا أيضا يعني بالمشهد الاقتصادي، وهو آخر سؤال، أن المناطق الصناعية الموجودة حاليا لا ترتقي إلى حجم الإصلاحات الكبرى التي بادرت بها الجزائر. سيد ختال نقول لك إيه نقول لك لا، ما نعطيك عنا أمثلة بزاف. اليوم عنا هنا منطقة أكبر منطقة صناعية على المستوى الوطني اللي هي في منطقة رويبة ورغاية اللي على مساحة قريب 1000 هكتار. أنا نقول لك منطقة صناعية بامتياز، ترد فيها كاع المرافق الضروريات في منطقة صناعية بامتياز. دائرة نشأت هذه في 1970s وراهي منطقة صناعية ما فيهاش كلام. نروح نعطيك أمثلة كاين أمثلة باختصار، واللي مازال ما لحقتش المستوى تاع رويبر غاية ولا تاع الصيف. هل تكون يعني بالمرافق الضرورية التي كان يتكلم عليها سيد بوطالبي؟ نعم بطبيعة الحال. احنا كاين احنا ما مؤسسة تسير، احنا عندنا مراكز، احنا ديجا تبنينا واحد المراكز لي سونتر دابوي، مراكز وين فيهم كاع المتطلبات ضرورية والمرافق ضروريات اليومية للعمال ولا للمنطقة الصناعية من للصناعي وللمستثمر، بريد، مقاهي. دونك احنا عندنا 5 تبناها، عندنا واحد في برج بعرج، واحد هنا في رويبا، وعين دفلة، وفي بلعباس، في قسنطينة. نبدو إن شاء الله في الأيام القليلة اللي جاية نبدو ببرج بوعرج إن شاء الله. شكون برج بوعرج؟ منطقة صناعية بامتياز. وهذا يعني ما يتمناه المستثمر والصناعي في الجزائر، يعني للنعاش الاقتصادي المرجو من قبل السلطات العليا وأيضا مرجو من قبل المواطنين.
أشكركم على كل هذه التفاصيل والتوضيحات. مشاهدي الكرام، نصل بهذا القدر من النقاش إلى نهاية هذا العدد من برنامج رهانات. شكرا على المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.